المسلم لا يسمع للشبه، لا يسمع للضلال. الإسلام من ترو سناب توكان توكان بركادل ستستر ريكو. لا يدخل في مواقع الشبهات، مواقع الضلال. جنكم تشو توكان ويب سايت ريكون لاين داي بركاه اوي داي نام اوي موي. لا يقرا في كتب الكفار. جنكم ترو صوت كتاب ربو كافي لاي. لماذا؟ حدوي. لان الشبهه ببروكا من شبه الله نو قد تدخل الى القلب. وي اتشو نخنم تشات ربو ولا تخرج نصر عافية السلام. هاي قوي من عني تجمع لاي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السماع لهؤلاء والنظر إليهم وإلى كتبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حم خاد أم بيكا جن سنعب تقان بوكي هاي كا دار جن ترو عن كتاب بوكي. لا تنظر ولا تطالع إلا الكتاب والسنة. جن من عاد مر جن من عاد آن لو تراتا كتاب لو كتي كتاب ربا السنة والجماعة. وكتب أهل السنة والجماعة لا يمكن أن نطالع كتب أهل الضلال. ها كتاب نقدر أهل السنة والجماعة من عاد تربوك تربا ريكا بيقوان في موين من نقدر بمويلان. الآن تأتينا مقاطع أحيانا في الجوال لكلام لعلماء الضلال، لماذا نسمع لهذا ونخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآنين من كا بنخاه نخلي بدأو داتي أطول من كرم ومويل حبيبان تيين تنبو قولي.